ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقائي أصدقاء حديث الذكريات، لو كلنا نفتكر مع بعض أحلى الأغاني، لو نفتكر وياك ويا جميل وقدام عينيا إن حبتني أحبك أكتر، كفاية يا عين مخصمك يا قلبي بقى عايز تنساني، كل دقة في قلبي من باب للشباك، آدي الميعاد قرب ولا جاتشي، ومن نظرة عين وعيد الميلاد وكتير وكتير وكتير، لابد أن نتوقف عند صاحب هذه الكلمات الجميلة اللي أسعدنا بهذه الكلمات ودخلت في وجدان الشعب العربي كله بتأليفه هذه الأغاني. هو الشاعر السيناريست الفنان الأستاذ عبد العزيز سلام. وإحنا النهاردة في حديث الذكريات عايزينك في الأول قبل ما نصل لهذه الأعمال الفنية اللي أسعدتنا، الأول نرجع للوراء أيام القرية، تفتكر إيه أستاذ عبد العزيز سلام؟ والله أنا يعني اتولدت في فلاح، يعني من وردان، بلد الكاتب إبراهيم الورداني أظن حضرتك تعرفيه، ووالدي كان راجل ديني، وكنت بتعلم في المدارس الأولية الأول إلى أن وصلت لدار العلوم. وأنا طالب في السنة الأولى في دار العلوم ابتديت أكتب الشعر، الشعر بالفصحى. يعني قبل كده ما كنتش بتكتب خالص وانت صغير؟ لا، كانت محاولات كده يعني صبيانيه، يعني مش كتابه بمعنى الكتابه يعني. فكنت بكتب قصايد، وبعدين كان ليا صديق اسمه عزف السيد ابراهيم، كان كاتب قصص وبيكتب في مجلة الجامعه للاستاذ محمود كامل اللي هو الدكتور محمود كامل المحامي، فكان بياخد القصائد بتاعتي دي ينشرها في مجلة الجامعة، وعرفنا على الأستاذ محمود كامل المحامي. بقيت فرحان قوي إن أنا يعني بقيت مشهور جدا أيامها، يعني أيام كنت 17 سنة ونص. لكن قبل هذه الفترة اللي كتبت فيها الشعر وبقى ينشر لك، إذا كان على مستوى يعني قبل هذه الفترة، ما يعني ما سبقتهاش فترة أخرى من القراءات، الصقل، الغوص في بحور الشعر؟ أنا بصراحة كنت متتبع اثنين، الأستاذ محمد عبد المنعم أبو بسينة في الزجل، والأستاذ رامي في الشعر وفي الأغاني. يعني أنا تلمست على الأستاذ أحمد رامي، وده يعني دفعني ان انا اكتب الشعر الحقيقه. الشعر مش الاغاني، يعني كانت المرحله الاولى الشعر. يعني كنت بكتب شعر، كان عندي ملكه الشعر، فكنت بكتب شعر، والمرحوم امير الشعراء احمد شوقي بقيت اقرا له. كنت تعرفه؟ كنت بتقرا له شعر؟ بس اقرا له بس. والى ان في يوم من الايام كانت منشوره لي قصيده. عن ايه؟ والله كانت قصيدة اسمها صداحة، ألقاكي في بحر في ألقاكي في روض المنى صداحة، غنيتي في قلبي فرنا صداكي، وأراكي في دنيا خيالي غنوة، الله صاغك والمنى غناك. يعني غزل. غزل. فجاء في يوم من الأيام اللي بقى جرني على الأغاني، يعني أن أنا أكتب أغاني. يعني في يوم من الأيام أنا كنت في بشتري اسطوانة مع صديقي عزف السيد إبراهيم اللي قلت لحضرتك عنه ده، في من شركة أوديون، وفوجئت بفتاة جميلة جدا وبتشتري اسطوانة الوردة البيضة. أختها بتناديها اعتدال. أنا مش عارف، قلبي ضرب لها السلام ومش عارف إيه وحاجات كده، وأخذت بيها الحقيقة، يعني أخذت بجمالها. فروحت البيت وانا بحلم بالبنت دي، فعزت يقول لي انت هتشوفها منين ولا تطلها منين علشان تقعد تحلم بها وتشغل نفسك بيها. فانا من اسمها كتبت ايه، القد مال في اعتدال يشبه غصون البان، والقلب من نظرة مال لحسنك الفتان. واتنشرت الغنوة دي في قلب في مجلة الجامعة برضه. وبعد ايوه فن. لا انا كنت عايزة اقول انه ده حضرتك كنت في القاهرة. ايوه، ما ايه اللي خلاك تنتقل يعني القاهره؟ يعني احنا جينا، انا جيت هنا القاهره
وسكننا في حلوان بعد ما كان عمري 12 سنة. يعني الأسرة نفسها انتقلت. أيوه. بعد ما كان عمري 12 سنة. وبعد أن قطعا في القرية تلقيت بقى دراسة دينية. أيوه طبعا. وبعدين اللي حصل فمرت الأيام. كان في واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان. ما كنتش بتعمل في هذه الفترة؟ لا ما كنتش بعمل. كنت لسه طالب في دار العلوم. طبعا طالب في سنة أولى. ففي واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان عايز يعمل حفلة بمناسبة شمنسين. وانتوا ساكنين في حلوان؟ واحنا ساكنين في حلوان. عايز يجيب ليلى مراد. قلت بس اروح ليلى مراد، مال ليلى مراد دي بتغني وابوها زكي مراد ومش عارف ايه. يمكن تاخد مني غنى. فروحت معاه. وكنت ابتديت تعمل الاغاني بعد اغنية اعتدال. يعني غير الشعر. ابتديت اعمل اغاني. وبعدين رحت هناك فجت ليلى مراد كانت مريضة ما قدرتش تروح الحفلة. فكان عندها المرحوم داود حسني الموسيقار الكبير خالد داود حسني، فقال لهم قال تعالوا انا في بنت هنا ساكنة قريب في الظاهر وبتغني كويس قوي وممكن تحيلكوا الحفلة دي. فرحت عند ده بعد ما شفت اعتدال دي بمرحلة كبيرة جدا يعني حوالي سنة. فروحت عند البنت الجديدة دي المطربة الجديدة مع المرحوم داود حسني وصاحب الكازينو. قاعدين في الصالون وأفاجأ داخلة بالقهوة أقول له مين دي اللي داخلة؟ اعتدال نفسها اللي أنا إيه اتشعلقت بيها من سنة. يا خبر. وهي دي المطربة. هي دي المطربة اللي هتغني. اللي هي مين بقى؟ اللي هي رجاء عبده. كان اسمها اعتدال. داود حسني الله يرحمه هو اللي سماها رجاء عبده علشان خاطر كان بتحب أغاني الوردة البيضة وبطلة الفيلم اسمها سميرة خلوصي كانوا مسمينها في الفيلم رجاء. فسمها رجاء عبد. أنا شفت الست اعتدال دي وقلبي وقع ده هي. من هنا بقى ابتديت أحب الأغاني أكتر علشان تغنيها رجاء عبد. رجاء عبد. وزي ما قلت لحضرتك كنت بنشر في مجلة الجامعة ومتنى بقى ايه رحت الأستاذ محمود كامل بصورة لها وما عرفش ايه وبتاع خدت حاجات كده قمت انا غويت صحافة كمان يعني غويت صحافة عشان اعمل لها دعاية. الصحافة الفنية بقى. الصحافة الفنية. طب هي غنت اغنية اعتدال دي؟ غنتها لحنها المرحوم داود حسني وغنتها. وكنت حضرتك قلبت لها بقى كذا غنوة. قلبت لها كل اغانيها تقريبا ما عدا القليل في الافلام يعني قعدت يعني مشوار معاها كان 12 سنة. واللي حصل بعد كده ان انا اندمجت في الصحافة وابتديت اشتغل صحفي والى ان وصلت تدرجت وصلت لرئيس تحرير اكبر مجلة فنية في الوقت ده اللي هو سنة 41 تقريبا اسمها مجلة العروسة والفن السينمائي. لا عايزين قبل حضرتك ما تصل الى رئاسة تحرير هذه المجلة الشهيرة في وقتها تقول لنا ذكرياتك في هذه المرحلة كمحرر فن. في هذه المرحلة ان الاستاذ داود حسني احتضني احتضان وقدمني لأكبر المطربين كان فرصة لي أن المؤلف ناشئ يغنون الكبار صالح عبد الحي مثلا صالح عبد الحي غنى لي اللي اصطفاك قلبي من الدنيا منعت وصلك ليه كده عني وغنى لي اللي بيحب الجمال يسمح بروحه للحبيب والحب ده نوع من العبادة نادرة غنت لي القلب ما صعبش عليه أسره صعب عليه من لوم العوازل نجاة علي غنت لي يا جمال الغصن والقد والغصن الرطيب يا حلاوة الورد فوق خد الحبيب فتحية أحمد غنت لي الغرام في القلب مكتوب على الجبين قبل ما الدنيا يكون فيها الجمال ليلى مراد غنت لي يا جمال البدر جمال البدر مخلوق من بهاكي ونور الشمس أصله من دياكي كل دي كانت ألحان المرحوم داود حسني. اسمي على رغم أن أنا صغير في السن لمع كان في الإذاعة حتى عهدها جديد أيامها بقالها 4-5 سنين أظن وبتاع فاسمي لمع عرفني المرحوم داود حسني بالموسيقار الأستاذ مدحت عاصم. الأستاذ مدحت عاصم حقيقي يعني وأنا بقولها بإخلاص لولا هو كان زمان اشتغلت أي وظيفة تانية غير التأليف. شجعني تشجيع كبير جدا. حس بيك بقى بحسه الفني. هو أول بيقدمني له داود حسني فبيقول لي أنا عايزك تعمل لي أغنية غير اللي بيتقال ده كله الحب وتعالالي يا حبيبي والحقني وعذبني ومش عارف إيه عايز أغنية يكون فيها مختلف عن اللي بيتقال ده كله. طب هقول إيه يعني هقول إيه خد بالك. فحصلت الظروف ساعدتني بقى زعلت مع رجع يعني اتخانقنا خد بالك حضرتك حتى اتخانقنا في مطعم يوميها فاكر يعني. فانا روحت البيت وكتبت اغنيه
انا كتبت الاغنية دي وفاكر ان مدحت عاصم اول ما يشوفها هضربني يقول لي ايه الكلام الفارغ ده مثلا، يعني حقيقي كده. فقلت يا جازف ووريها له. فرحت له قال لي عملت ايه كتبت؟ قلت له اه. قال لي فين؟ قلت له اهي. قام بص للاغنية وبقى يبص لي بدهشة عجيبة جدا، وبعدين قام قال لي برافو عليك، برافو عليا، برافو عليا ايه بس. فقام خد من المكتب دخل الإذاعة، كانت الإذاعة في شارع الشريفين في بيانو هناك، وحط الأغنية قدامه ولحنها بطريقة سريعة جدا ما عرفش إزاي في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت. وفوجئت بينده لفريد الأطرش، قال له يا فريد تعالالي علشان هتحفظ. كان أول مرة حضرتك تشوف الفنان فريد الأطرش؟ لا، كان فريد غنى لي قبلها غنوة الأستاذ مدحت قبل ما يطلبني، ما يقول لي إن أنا عاوز أغاني مختلفة عن اللي بيتقال ده كله. كان غنى لي الأستاذ فريد من تلحين فريد الأطرش، كانت أول غنوة بيغنيها الأستاذ فريد. من تلحين ولا تلحين مدحت عاصم؟ من تلحين مدحت عاصم. اسمها من كتر وصف جمالك حبيبتي فيك القلوب وتمنت الناس وصالك والغيره خليت ندوب. امال الثانيه اسمها ايه؟ الثانيه بقى اللي هي غريبه دي، كرهت حبك من كتر صدق. اللي هي شاذه فعلا، حد بيقول لحبيبته كرهت حبك من كتر صدق ومش عايز اشوفك ولا في الخيال وحاجات زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا. كرهت حبك من كتر صدق وكرهت فيك كتر دلال، على ايه هحبك ولا اودك، مش عايز اشوفك ولا في الخيال. شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع، ومن عينيا بلت سهادي لما رأيت فيها الدموع. اطلب رضاكي بعد الخصام، ملقاش في قلبك جنس الحنان. شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع، ومن عينيا بلك سهادي لما رأيت فيها الدموع. قربت ملك من طول بعادك وارتاح يا روحي من دي الأسية، على ايه حميلك واطلب رضاك مادام تملي بتذل فيا. شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع، ومن عينيا بلك سهادي لما رأيت فيها الدموع. لكن هنا بقى كانت البداية العلاقة الفنية الكبرى اللي جمعت ما بينك بين أستاذ عبد العزيز سلام كمؤلف أغاني والموسيقار فريد الأطرش، يعني حضرتك أيوة عشت معاه عمر طويل. لا هي دي البداية فعلا. هقول لحضرتك يعني إيه، فجه الصحافة مجلة صباح الخير، الصباح أيامها مجلة الصباح، مجلة اللطيف المصورة، المجلات كلها كتبوا عن أغنية كرهة حبك، إزاي مؤلف لأول مرة يقول لحبيبته مش عايز أشوفك ولا في الخيال. دي عزة نفسي، دي مش عارف إيه. فعملوا لي دعاية من غير ما أحس. احتضني مدحت عاصم بقى أكتر. أكتر
وكان الضربه الثانيه في حياتي يعني ضربه الحظ الثانيه ضربه الحظ الثانيه في الحياه في, في حياتي كمؤلف اغاني يعني اني مره كان مدحت عاصم بزعلان جدا وحزين جدا فبقول له مالك فبيحكي لي اني في واحد صديقه كانت يعني متجوز إنسان وكان بيحبها بيعبدها عبادة وبعدين أهلها غدروا بيه وطلقوها منه وجوزوها لواحد تاني ومش عارف إيه وهي طوعتهم فأنا كتبت أول قصة غنائية في تاريخ الأغاني يعني كان دي كانت قصة يعني كل المؤلفين بيكتبوا يكتبوا دور يعني يكتبوا حدوتة حكاية حدوتة فكتبت دخلت مرة في الجنينة بتاع أسمهان فبرضو لحنها مدحت عاصم تأثر بيها ولحنها وما كنتش متصور بقى ان اسمهان النجمة الكبيرة هتغنيلي يعني يعني هتغنيلي انا كانت بتغني للزميل يوسف بدروس ففوجئت في يوم مدحت عاصم بيقول لي تعالى الاستوديو عشان هتسمع غنوة بتاع فروحت فوجئت ان اسمهان بتغني الغنوة دي كانت فرحتي كبيرة جدا دخلت مرة في جنين أشرحت الظهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت على الغصون بلبل وعيه ولبته واقف معاها انا في رحت المشروب فارس جناحه عليها وبيرعيها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها يا ملاكي اللي تعزيه اطلبي حبيبك وعدني بيه وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه بالدلال اشهر من فريد طبعا كانت اشهر من فريد فريد كان عواد كان لسه بيضرب اول كان فريد من فرحته بان يعني بقى يغني كان عنده بسكليتة وكان بقى ايه صاحب معايا قوي وايه كل يوم انا ساكن في حلوان يوصلني لغايه باب اللؤ بسكليتة ونتوعد على تاني يوم نروح نسهر عند بديعة كان بيشتغل عند بديعة خد بالك ابتدى يغني عند بديعة فريد ابتدى يغني بقى خدت بقى يغني فريد لغاية ما ما شاء الله ربنا وفقه وابتدى بقى خدوه في فيلم انتصار الشباب وبطل هو أسمهان والصداقة استمرت إلى أن رحل للجنة بإذن الله وأنا عايش برضه على ذكراه وحفظ عايش على ذكراه طول عمره لأنه كان صديق وحبيب وكان أخلاق ونبل ما فيش كده في الدنيا يحب كل الناس الحقيقة
خدت بال حضرتك؟ فدي قصتي مع فريد. لا قطعا ليك ذكريات معاه كتيرة أستاذ فريد. هو في ذكريات كتيرة يعني ما أذكر منها ذكرى كفاية. أغنية كفاية عين؟ أغنية كفاية عين. دي فيها لها ذكرى ما تتنهيش من بالي أبدا. وهي إن أنا كنت معزوم على الغد عنده وقلت له الغنوة دي، يعني حكيت كان الأستاذ مع أحمد برخان المخرج الكبير الله يرحمه موجود، وكان الأستاذ أحمد الحفناوي الموسيقار موجود، وكانت كريمة فاتنة معادي، وكان فؤاد أخوه، يعني مجموعة. فأنا لما قلت الكلام ده أعجبوا بيه كلهم، وأحمد الحفناوي كتبوا وبدرخان كتبوا، يعني معجبين الكلام. وبعدين أنا روحت وسعيد إن أنا كتبت الأغنية دي فعلا. وبالليل الساعة 11 ونص فوجئت بتليفون من الخالدة أم كلثوم بتقول لي أنت كاتب كلام في الفريد حلو أوي. قلت لها قالت أنا عايز أغني الكلام ده. أنا ما صدقتش نفسي يعني أغني الكلام ده. قلت لها ده ملحنه فريد، وما كانش ملحنه ولا حاجة، يعني أنا كنت مديهوله الضهر. فقامت قالت أخده بلحن فريد. يعني تأليفك ولحن الموسيقار فريد الأطرش. قالت أخده بلحن فريد. قلت لها طب ده شرف كبير ومش عارف إيه، وبقيت فرحان أوي. وبعدين اتصلت بفريد أنا بالتليفون، قلت له حصل كذا كذا كذا. قال لي تعال أنا عاوزك. رحت قال لي الكلام ده حقيقي؟ قلت له حقيقي. واحنا بنتكلم ام كلثوم اتصلت بيه وقالت له يا فريد انا عجبني الكلام ده جدا وعاوزاه باللحن بتاعك. قعدنا 3 ايام محبوس في بيت فريد لغايه ما فريد خلص اللحن. ورحنا لها الظهر الساعه 11 الصبح، رحنا لها الفيلا بتاعتها انا وفريد وكان احمد الحكناوي. رحنا لها سمع لها، اتبسطت من اللحن، قالت له بس الكوبليه الوسطاني ده انا ده انت عامله موال، انا عاوزاه لحن. يعني عايزاك تلحنه، ما تعملوش موال عشان تبقى الكوبليهات مختلفه، عايزاك لحنه وانا يا فريد وانا بغني هغني لك الموال برضه. يعني هقول اللحن الاصلي وبعدين ايه في التصرف هغني لك الموال. رجعنا فرحانين وكل حاجه، وفوجئنا بصديق من الاصدقاء الكويسين قوي، قريب جدا لفريد. بيقول له ازاي ام كلثوم تاخد الخلود ده كله، ام كلثوم الخالده هتاخد الخلود ده كله. فهماني؟ فاحنا افتكرناها نكته. يعني افتكرناها نكته يعني حاجه كده وخلاص. بعد اسبوع قابلني عطيه شراره عند بيتي جنب الشارع الشريفين اللي كان فيه الاذاعه. فبيقول لي احنا هنسجل لك غنوه جديده النهارده. قلت اروح، ما هو فريد واخد مني اغاني كتير، لكن ما كنتش متصور ابدا انها اغنيه كفايه عين. ما كنتش متصور لان دي خلاص ام كلثوم. فروحنا الاذاعه فوجئت بصدمه كبيره جدا ان فريد بيغني. صحيح فريد غناها والغنوه انتشرت انتشار كبير جدا ونجحت نجاح كبير. انما برضو اذا كان القمتين يعني فريد وتلاقوا كان بتاع، وكان قبل الموسيقار عبد الوهاب ما يلحن لها. يعني كان قبل اي حد يلحن. هو يعني زي حضرتك ما بتقول بالظبط، رغم ان الموسيقار فريد غناها حلو قوي ولاقت نجاح حلو قوي. لكن كان يا ريت نسمعها بصوت كوكب الشرق كمان، كان هيبقى شيء جديد يعني. لا هي كانت لقاء قمه. بالظبط، يعني فرصه كبيره جدا للفريد يعني ان يلتقي بعم كلثوم قبل الاستاذ عبد الوهاب. وهو كمان كان دايما يقول انه من ضمن اماله انه يلحن لكوكب الشرق. هي عندت بقى من يوميها. ما رضيتش تاخد منها. هي عندت، هي عندت. يعني ده كان السبب بقى ان بعد كده هي السبب الوحيد فريق. الحادثه دي هي السبب الوحيد ان ام كلثوم ما رضيتش تاخد من فريد حق. وخصوصا بلغها الكلام اللي قاله الصديق ده، بلغها بالحرف. خدت بال حضرتك؟ فطبعا زعلت. فطبعا زعلت جدا. بتبكي عين على الغيبين ودمعك على الخدود سطرين، بتبكي عين على الغيبين ودمعك على الخدود سطرين، بتبكي عين على الغيبين ودمعك الخدود سطرين، بسطر تقولي راحوا فين وسطر تقولي ليه نسيت، بسطر تقولي راحوا فين وسطر تقولي ليه نسيت، بسطر تقولي
الليل وسطر تقولي ليه نسين كفاية يا عين كفاية يا عين كفاية يا بدايتك كانت مع فريد والأستاذ مدحت عاصم وكده. الصحافة بقى أنا بقى انخرطت في سلك الصحافة زي ما قلت لك. لأني أنا كنت حشري يعني كل حاجة مثلا فيها شهرة طبص لأني تدخلت كده وغويتها وحاجة زي كده. وساعدني أكتر أني المرحوم يوسف سباعي كان رئيس تحرير مجلة الاستوديو في الوقت ده، فقال لي انت عندك ملكة القصة، ما تكتب لي قصة، هات قصص وننشرها لك في مجلة الاستوديو. فأنا كتبت قصص فعلا ونشرها المرحوم يوسف السباعي في مجلة الاستوديو. إلى أن جه المرحوم أحمد جلال، كان بيصدر مجلة باش كاتب، وكان أخوه المخرج حسين فوز الله يرحمه بيعمل كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير قصة كاريكاتيرية وأنا بكتب الزجل بتاعها. جاء احمد جلال بيخرج فيلم المتمرده، فقال لي عايزك تعمل لي منظر موقف لغنوه هنا لماري كوين. فكتبت له يا مسيره الليل انا جيك واسبح في نور كل اماني زي الفراشة احوم حواليك وبدل ما قلبك يرعاني قدمت لي النار بايديك وزدت همي واشجاني. 12 شبطت في السن شبطت في السينما. كانت بداية علاقتك بالسينما؟ كانت بداية علاقتي في السينما. ليا صديق حبيب جدا، وطبعا دلوقتي هو يعتبر يمكن اكبر مخرج في السينما اللي هو كمال الشيخ، جيران في حلوان اصحاب، فبقيت اروح معاه وما اعرفش استوديو مصر، حبيت الشغل في استوديو مصر. نزلت من رئيس تحرير مجله لسكريبت في استوديو مصر مساعد مخرج. يعني سبت الصحافة ولا بقيت الاثنين مع بعض؟ لا سبت الصحافة، حبيت السينما، شفت رأي إبراهيم بقى وشفت مش عارف نجوم بقى وشفت يعني شفت دول والمخرجين وبتاع، فأخدتني بهرتني السينما واشتغلت من كنت باخد 11 جنيه كرئيس تحرير، اشتغلت أظن ب 3 جنيه ونص سكريبت في استوديو مصر وراضي، وبقيت أخبط المشوار من حلوان للهرم، لا من باب اللؤلؤ في الترماي لغاية أول شارع استوديو مصر. شارع استوديو مصر ده زي من هنا ومصر الجديد، ماشي على رجلي كل يوم أروح واجي على رجلي لأن غويت السنة. فتلقفني مين؟ الأستاذ كمال سليم المخرج الوفاعي العظيم. شافني مساعد، اشتغلت مساعد معه، اشتغلت مع بدر خان، اشتغلت مع نياز مصطفى مساعد مخرج لغايه ما وصلت لمساعد مخرج اول. اشتغلت يعني في الاخراج. انا اشتغلت 21 فيلم في الاخراج. ما كنتش لسه كتبت سيناريو. وبعدين جه كمال سليم، لما جه ماشي مستقيل من استوديو مصر، قال لي انت هتستقيل معايا، تعالى معايا على شركه ترحمي، لان انت تصلح كاتب سيناريو ما تصلحش مخرج، هدربك انا على السيناريو. اكتشف الحتة دي ازاي بقى؟ من موهبتي. كان في الله يرحمه استاذنا بيرم التونسي يكتب جميع اغاني افلام استاذنا يوسف وهبي. فجه في بيرم مرض، ففي موقف في فيلم برلانتي عاوز اغنيه بيغنيها محمد الكحلاوي. فقاسم وجدي الله يرحمه الرئيسير قال له في واحد هنا بيشتغل مساعد مخرج وبيكتب اغاني، فيمكن يكتب لك دي. نده لي يوسف وهبي، قال لي تعرف تكتب دي؟ قلت له قال لي طب اكتبها. خد بالك، هو قال لي تجيبها لي بعد قد ايه؟ قدامك يومين.
قلت له حاضر. طلعت في البوفيه بتاع استوديو مصر كتبتها ونزلتها له بعد نص ساعه. يا خبر. اه والله. حتى يمكن الاغنيه دي دايما يقولوها حتى بتوع شارع محمد علي وجماعه، رقصني يا جدع على واحده ونص. كان اسمها كده يعني. لكن حضرتك كنت في الوقت ده اتعرفت فعلا كمؤلف اغاني يعني؟ كنت كنت اتعرف مؤلف لفريد كتير؟ لا ما كنتش الفت لفريد كتير. لسه لا 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 الفت بقى لنجاة علي. ما كنتش الفت الحي وكده. يعني دي المرحله اللي قبل ما تعرف فيها فريد لا يعني كنت عرفته وكنا انقطعنا يعني مده كبيره يعني. ما كانش في صله. الى ان حصل ان يوسف وهبي لما قرا الكلام، يوسف وهبي من تاريخ هذه الاغنيه في كل افلامه يعني حتى لو كان بيشتغل في اسكندريه بعت له اروح اسكندريه عشان اكتب الاغاني بتاعته. جميع افلام يوسف وهبي بعد الاغنيه ده هي كنت انا اللي بكتب الاغاني بتاعتها كلها. وبعدين بتوع السينما كلهم بقوا يخلوني بقى اكتب يعني. انا كتبت ما يزيد عن 2000 غنوه للسينما. 2000 غنوه للسينما. للسينما خد بالك يعني. كنت انا بشتغل تقريبا يعني باخد 70% من اغاني السينما. يعني اقدر اقول لحضرتك كده والتاريخ موجود ويشهد على كده. الى كله تاليف عبد العزيز سلام كاغاني. عبد العزيز سلام لسه ما ابتدناش في السيناريو. لا جيت انا في يوم من الايام كان نياز مصطفى بشتغل معاه مساعد، قام اداني سكتش صغير كده وبتاع ابصر ايه كوميدي عنتر وعبله. قمت انا بقى ايه عنتر وعبله ايه كوميدي ومسخر عنتر ده ابن شداد وانا بحب عنتر ابن شداد. لا فايه يعني صهينت وقعدت جبت مراجع اللي عنتر وعبلة وحاجة كده ورحت كاتب قصة عنتر وعبلة الحقيقية. عنتر وعبلة. كتبت لها السيناريو، كتبت لها كل حاجة ما عدا الحوار، خدت بال حضرتك؟ ورحت قدمتها لنيازي. قال لي ايه ده؟ انا بقول لك عامل لي سكتش جايب لي دوسين القصة كلها. قلت له لا دي قصة عنتر وعبلة. قال لا 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 بالك انا فاضي. قلت له طب بالك انا فاضي. سمع المرحومة علي الجبري منتج، سمع ان انا عملت عنتر وعبلة، ندهلي علشان ايه؟ يقرا الموضوع ده فاراه عايز يشتريه. مين يخرجه؟ نيازي، لان انا مساعد مع نيازي. لازم نيازي اللي يخرجه. خدت بال حضرتك؟ فجه عرف الجو السينمائي ان انا عامل عنتر وعبله. جه ميشيل تلحامي الله يرحمه، شركه تلحامي كانت اكبر شركه سينمائيه في مصر، راحت مزوده واخده الموضوع ده وتعاقدت مع نيازي بمبلغ كبير. لكن حضرتك ما كنتش رحت شركه تلحامي مع كمال سليم؟ ايوه ما هو عرفوا. هم عرفوا من ده. جاء المرحوم كمال سليم حتى له حادثه معايا كويسه قوي، اني كان استاذي بديع خيري هو اللي بيدربني على السيناريو. هو يعني كنت بقعد معاهم مع المرحوم كمال سليم وبديع خيري وهم بيكتبوا سيناريوهات افلامهم. الى ان جه فيلم شهداء الغرام وكتب المرحوم كمال سليم، هو عامل السيناريو وهو بديع خيري وانا مشترك في السيناريو. فقال لي انت جاء انا اتعدى على استاذي المرحوم قلت لكمال الشيخ، قلت له كمان ما يصحش ده الاستاذ الاستاذ سيأكد بتاع وبقيت اعتذر. المفروض كمان سليم عرف. في يوم من الايام قال انا عايز اسيب من النادي السينما. انا مؤرخ عشان انت شاعر رئيس جدا وشاعر اغاني. أنا كتب الحوار بتاعه كان بطولة ليلى مراد وعنور وجدي وابراهيم حمودة وفرسي ومجموعة من المجموعة. يعني شوف عظمة الفنان الأصيل إن هو فعلا بيضيء الطريق لشاب. لشاب صغير. لموهبة جديدة. وفعلا بقى يشجعني ونجح الفيلم نجاح كويس جدا. ابتديت أتعرف بقى من عنتر وعبد ومشاهداء الغرام إن أنا كاتب سيناريو. خدت بال حضرتك؟ فكان المرحوم عز الدين الصغير عامل أسير الظلام، فيلم أسير الظلام لمديحة يسري. جه في فيلم عايز يعمل فيلم كوميدي ومش عارف ايه اسمه الكل يغني، خدت بال حضرتك؟ فقال لي انا عاوزك تكتب لي اللي هو القصه بتاعت كاتب اخر، قال لي تكتب السيناريو والحوار وحاجات زي كده واللي نجاة علي بطولة نجاة علي. سر بقى تسميه نجاة الصغيره لان نجاة كانت طفله صغيره كده بتاعت 8 سنين 9 سنين وبتدعي بقى طفل صغير وحطوها في الفيلم. كانت هي نجاة. نجاة هي نجاة الصغيرة ونجاة وهي صغيرة، نجاة علي وهي صغيرة كانت نجاة صغيرة. الفيلم ايه ده؟ البطلة الكل يغني اسمه. الكل كان أول ظهور نجاة الصغيرة في فيلم، كنت عامل لها غنوة على طفل بتهنن طفل كده وبتاع. فابتدت السينما تقبل عليا بقى. جيت
فاتن حمامة كانت طفلة في الميوم سعيد بتاع عبد الوهاب. أيه. وبعدين مثلت مع حسن الإمام أظن اليتيمتان أظن كده. أيه. وبعدين اختفت مدة كبيرة. جيت أنا كلفوني في استوديو مصر بعمل قصة سيناريو وحوار. حضرتك بقى كنت موظف في استوديو مصر ولا بتشتغل كده بس؟ لا كنت طلعت مع المرحوم كان سليم. يعني بقى لما بقيت سيناريست بقى وسبت الصحافه خالص. وسبت الصحافه كله يعني بقيت بالشغل ومتفرغ للسينما. بقى متعشق السينما بقى. وايضا سبت شويه تاليف الاغاني. لا كنت بالف اغاني للافلام والمطربين برضو المطربات كله يعني الاغاني كنت مستمره لان ده استمرار السينما يعني القصه والسيناريو والحوار والاغاني متصلين ببعض كلهم. فانا جيت بعد كده كتبت الموضوع رشحوا له رأي ابراهيم البطل خد بالك حضرتك. فانا كان عز الدين زلفقار متجوز فاتح حمامه لسه جديد وبعدين كانت حالتهم الماديه يعني شويه خد بالك حضرتك. فانا رحت لعبد الحميد زكي مدير استوديو مصر وقلت له اللي يخرج الموضوع ده عز الدين زلفقار واللي تمثله فاتن حمامه. اندهش ازاي فاتن حمامه تمثل سيب فاتن رأي ابراهيم اللي اسمها قد الدنيا وتاخد فاتن حمامه معقول؟ قلت له يا كده يا مش حبيب يعني كنت انا عندي وفاء جدا. لا كنت صادقهم يعني كنت صادق عز الدين بعد ما عملت معاه الدنيا الكل يغني بقينا اصحاب جدا خدت بالك. وكان المرحومه عزيزه امير اللي هي متجوزه محمود زلفقار اللي هو اخو عز الدين بتخلينا اشتغل في افلامها برضو وحاجه زي كده فتولدت صداقه وطيده جدا بيني وبين المرحوم عز الدين زلفقار. فتمسكت بان اللي يخرج الفيلم عز الدين زلفقار واللي تمثله فاتن خد روايتك. جه رجائي بي الله يمسيه بالخير كان مدير عام استوديو مصر فبشرح له الموضوع. قال طب وماله طب ما هي فرصه للبنت. ما هي البنت عملت في اليتيمتان وكانت ممتازه جدا خد بالك. فايه وافقوا. كل الناس توقعوا بقى ان عز الدين مش هيقدر يعمل الروايه دي لان الروايه بيقولوا عليها ضخمه يعني. فجه انا الماضي اتعرض في سينما استوديو مصر بطولة فاتن حمامة. كان في زكي رستم، كان في نجم ابراهيم، كان في عماد حمدي، كان في فريد شوقي، كان في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. وفاتن هي البطلة الأولى، هي اللي واكلة الفيلم كله، هي وزكي رستم. فاتعرض الفيلم ومش قادر أقول لحضرتك كان في العهد ده الفيلم اللي بيعرض 4 أسابيع بيعتبر فيلم ناجح جدا. ده اتعرض 14 أسبوع. يعني شيء ما حصلش قبل. فاتن حمامة تعاقدت على 300 جنيه في هذا الفيلم بطولة. في نفس الفيلم وهو بيتعرض طلبتها عزيزة أمير وتعاقدت معاها على فيلم بطولة يوسف وهبي اسمه ملاك الرحمة وفيلم اسمه شمعة تحترق بكام؟ ب900 جنيه والفيلم اللي بعديه ب1000. يعني قفز أجرها نتيجة نجاحها في هذا الفيلم. نجحت نجاح بقولك حقيقي يعني مش عارف بالتعبير البلدي شلفطت كل اللي بيشتغلوا معاها وهي لسه صغيرة شابة صغيرة. لأنها هي كمان كانت مش أقصد وجه جديد ولكنها كانت طيار جديد البنت المصرية النظيفة الشريفة الضعيفة المغلوبة على أمرها. حقيقي يعني زائد قمتها الحقيقة عبقرية غريبة فزة عبقرية فزة من صغرها من طفولتها يعني كانت عبقرية فعلا خد بالك. وما بتمثلش طبيعي كانت طبيعية جدا وده اللي خلاها سيدة الشاشة الحقيقة يعني لا أنا ولا غيري هي نفسها يعني الحقيقة اللي بسجيتها وذكائها ويعني وصلت لهذه المرحلة من القمة. فعلا حقيقة سيدة الشاشة العربية. أيوة طبعا. وكمان شادية مثلا شادية أنا شفتها في فيلم أزهر وأشواق دور صغير كده كومبارس. فجاء حكمة فهمي كلفتني بان انا اعمل لها قصة سيناريو حوار. ففي دور بنت سندريلا في قلب الفيلم فاخترت الشادية دي. جات هي واختها عفاف انما اخترت الشادية قلت لا دي اللي تمثل. وفعلا تعاقدت معها حكمة فهمي. جه محمد فوزي كان بيعمل فيلم العقل في اجازة واخد بال حضرتك. وبعدين الفيلم بقى هنا بطولة مطلقة بقى. فبقيت محمد فوزي كان صديقي جدا وليا مرحلة تاريخ معاه زي تاريخ فريد بالظبط يعني. ففضلت أزن عليه وأقول له شادية كنت صديقتي مع أبوها بقى المرحوم أحمد كمال الدين شاكر. وقلت له شادية بدرخان عنده فكرة عن شادية لأنه شافها كان جابها له واحد موسيقار بيعلمها وعنده فكرة عن شادية. قال لي كلم بدرخان. رحت كلم بدرخان هو المدير الفني وكان أول فيلم بيخرجه حلم رافل.
رحت البرخان، برخان صاحبي خدت بقى حراها واشتغلت معاه، ففضلت على احمد برخان لغايه ما اقتنع. مين اللي ما كانش مقتنع؟ حلم ربع. فان دي يعني ازاي بقى، مش معقول عايزين نجيب اسمه بتاع. فقال طيب يا حلمي احمد برخان الله يرحمه هنصورها يومين وتشوفوا التصوير، ما كانش تنفع بلاش. انا بقى ايه سمعت ده بقيت اجيب السيناريو من فوزي وادرب شكلي واعمل حاجات كده. لما جت مثلت وشافوا الـ 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 اليومين اللي صورتهم راحوا متعاقدين معاها على 4 افلام. ايضا شاديه يعني قمه في التمثيل وايضا في الغناء يعني الحقيقه رقم من صغرها خف الدم منقطعه النظير شاديه يعني شاديه الحقيقه دمها خفيف جدا بشكل غريب يعني حقيقي. ده بجانب موهبتها الكبرى يعني. موهبتها الكبرى كمغنية وكممثلة وما شاء الله صوتها دلوقتي ناضج جدا من أحلى الأصوات اللي موجودة في البلد الحقيقة يعني مش عايزة كلام. وبعدين شادية حافظة مكانتها، اللي بيعجبني فيها إنها محتفظة بمكانتها، محتفظة بشخصيتها، محتفظة يعني ده حقيقي يعني. حضرتك عملت سيناريو كم فيلم؟ 73 فيلم. 73 فيلم سيناريو عملت بالافلام التاريخيه عنتر وعبله ومغامرات عنتر وعبله وعنتر ابن شداد. سيناريو ولا سيناريو حوار؟ سيناريو حوار. وعملت انا الماضي، ده كان اول فيلم يشوف الجوائز في مصر حقيقي يعني. انا الماضي بتاع فاتن حمامه ده اخذ جايزه، خد بالك، كان هو امير الانتقام متقدمين للمسابقه، وكان ممنوع الافلام المقتبس، ده له قصه اخرى. انا واخد الفيلم ده من فيلم عملته انجريد برجمان اسمه جاز لايت، فاقتبسته بس شلت معالم الموضوع الاولاني وكتبت مع موضوع مصري على البيئه المصريه. فاخد جايزه، فاسيا اعترضت قالت انتوا قلتوا انه ممنوع المقتبس وامير الانتقام مقتبس من فيلم بتاع مورين اوهارا. فقلت ممنوع الانتقام، فجاي الاستاذ محمد التبعي الله يرحمه كان في اللجنه قال لي عيد النظر في الموضوع ده، شاهدوا الفيلم تاني بتاع انا الماضي. اما محمد التبعي في عمود كبير من اخر سنه ساعه قال اذا كان احنا ادينا للفيلم ده جايزه فانا ادي لعبد العزيز سلام جايزه اخرى، لانه قدر يتوهنا عن الموضوع بتاع ما فيش حاجه ابدا. وتامنت الجايزه بتاع كانت جايزه ايه بقى؟ في كم تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه جايزه ماليه يعني. رجعت للصحافه تاني استاذ عبد العزيز سلام ولا ما رجعتش؟ لا انا يعني بعتبر نفسي واحد منهم يعني، بس ما رجعتش يعني للصحافه. لا ما رجعتش لان الفن خدني يعني. لكن حضرتك ما اشتغلتش في وظيفه ابدا؟ والله انا اشتغلت مدرس سنه مدرس لغه عربيه في اول حياتك بقى سنه. وبعدين استقلت، حتى والدي الله يرحمه قال لي ما دام هتشتغل في فن انت مسؤول عن نفسك. ما فيش مصروف، ما فيش فلوس، ما فيش بتاع. فبقيت اجوع حقيقي يعني جد، مش ما بيدينيش كان صارم يعني. كده يعني كده. فبقيت اوصل، كان اظن القطر بتاع التعريف ولا ايه من حلوان لمصر. وساعات كنت انام بره يعني عند واحد صاحبي بتاع، انما ايه متعشق الفن. بعد ما شهرت بقول له طب ايه رايك دلوقتي؟ قال ما هو انا ما ضغطتش عليك وقلت لك لازم، انا قلت لك وجه نفسك وانت حر في نفسك، انت تكفل بنفسك. لو انا كنت عاوز امنعك كنت قدرت امنعك. يعني كان سعيد بيك لما اشتهرت وبقيت تعمل اغاني وافلام واغاني بتغنى على كل لسان وكده؟ وكان ينقدني كمان يعني بعض الحالات يعني كان ينتقدني وحاجات زي كده يقول لي لا يعني كده. وبعدين جيت بقى نيجي بقى للايه اخر المطاف، المنوعات مثلا. احنا كنا سيناريست كلنا افتتاح التلفزيون العربي. فالدكتور حاتم عزمنا، دكتور عبد القادر حاتم عزمنا في قصر عبد الحليم. كان اول ارسال من هناك، وطلب من السيناريست الكبار بتوع السنة، وكنت سيناريست كبير بقى يا ستي امال ايه يعني. طبعا بعد 73 فيلم ناجحين جدا. لا ما كانش لسه 73 فيلم، ما كانش حصلوا يعني مثلا زي 27 فيلم ولا 28 فيلم. فانا دهلنا كلنا يوسف جوهر وانا وعلي الزرقاني كلنا عشان نكتب للتلفزيون، وانا من ضمنه. فجاني المرحوم حسن حلمي مدير عام التلفزيون كان صديقي اشتغلت معاه في السينما. فجاني طلب مني قال لي اسمع انا عايزك تقف جنبي في المنوعات، لان انا كنت بعمل الاستعراضات بتاع السينما كلها. وقف جنبي في المنوعات، عندي مخرجين كانوا المكاتب في عماره بينوس اللي هنا في شارع رمسيس. فرحت له عرفني بمحمد سالم، عرفني بمحمود الشريف. وبقوا محمد سامح محمود الشريف يخلصوا من شغلهم يجوا عند البيت ونقعد طول النهار نفكر في برامج منوعات. بقينا نعمل 3 برامج في الاسبوع. اللي هي ايه بقى؟
صندوق الدنيا وكان برنامج اسمه كل شيء وأدوار المسرح. وبعدين حسيب يوسف بعديهم عملت معاه دنيا الاستعراض. يعني ايه ابتديت اكتب للتلفزيون لغايه ما عملت حمدان وبهانه في استوديو في المسرح الاستعراضي. استعراض خدت بال حضرتك عملت اغانيها ولا كلها؟ كلها دي لها قصه بس المجال ما اسمعش يعني. لا اتفضل لسه الوقت عندنا طويل. حسن حلمي بعت للكتاب بتوع الاوبريتات كان مرحوم جليل بن داري وصالح جودت وعبد الفتاح مصطفى وانا وهم عاملين الافكار يعني ده بدل التشريفه مش عارف ايه 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 كده. وبعدين في تابلو صغير كده بتاع 7 دقايق ريفي ده حسن حلمي يحبني فبيقول ايه مين ياخد دي بيقول ده وانا قاعد ساكت لغايه ما رسي عليا التابلو الصغير ده بتاع 7 دقايق وهم خارجين قمنا ده قال لي قاعد اقول وانت قاعد زي الصنم ما طلبتش حاجه وايه هتعمل بيه ايه ده؟ قلت له معلش انا عاجب يعني كده ما اصلا انا بقى ايه يعني حقيقي يعني فيها شويه خجل يعني في المسائل دي. النهايه خدت البتاع فجت لي فكره ان انا اعمل بقى ايه من ده اوبريت فعملت اوبريت بتاع ساعه اللي هو حمدان وبهنا ورحت وديته فبيقول لي ايه ده؟ قلت له ده الصورة من 7 دقايق قال لي ايه ده بتهزر ولا ايه؟ قلت له طب اقراها حسن دي ايدي حلوة ومش عارف ايه؟ قال له اقراها دخل فؤادي الجزائر اللي في الوقت ده. قلت طب ما اقراها دي ويمكن تكون كويسة نقراها مش ضروري العرض ده انا العرض التاني نقراها. فاخدها اقراها فؤاد الجزائر واصر ان دي تكون في العرض الاولاني. اعجب بيها يعني قوي. اعجب بيها قوي. وكانت هي انجح الحقيقة يعني مش عشان انا اللي مألفها لا دي كانت انجح حاجة في مسرح البالون. خدت بال حضرتك يعني كان انجح حاجه في مسرح البالون لدرجه ان اعيد بقى يعيدوا كل شويه يعيدوا عرضها تاني كل شويه يعيدوا عرضها تاني ونجحت نجاح كبير جدا. وبعدين الدكتور حاتم اداني مكافاه على ان عليها والحقيقه شكرني او بتاع ابصر ايه وبقى يحبني الراجل جدا يعني هي دي اول علاقه للاستاذ عبد العزيز سلام بالمسرح الغنائي اللي هو حمدان وبهاء. اول علاقه بالمسرح الغنائي بعديها عملت لهم البخيله برضو ونجحت بس البخيله كان عيبها حاجه واحده اني انا كنت مرشح فيها عائله راتب وبعدين عائله راتب مش عارف كانت سافرت ولا ايه فجابوا الله يرحمها نعيمه عاكف ونعيمه عاكف صغيره في السن ما تقنعش ان دي ام وبنات وام وبتاع يعني حاجات كده ما كانتش مقنعه يعني خدت بال حضرتك بس نجحت برضه بس مش نجاح حمدان وبهان لا. طب استاذ عبد العزيز سلام السينما حضرتك ككاتب سيناريو ليها وحوار تركتها فتره ولا ايه؟ لا انا ما تركتهاش لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي بتكتب بس مش شايفين نشاط كبير فيه. اقول لحضرتك يعني حقيقي انا والاستاذ يوسف جوهر والله يرحمه علي الزرقان احنا يعني من غير فخر ومن غير اي حاجه احنا اللي عملنا اسسنا السينما المصريه حقيقي بافلامنا وسيد بدير يعني عملنا اعمال كبيره جدا يعني اذا كان افلام تاريخيه او افلام مودرنة او افلام كوميديا او يعني عملنا فطبعا احنا طبعا بنتمسك باجر ولا غلط بنتمسك باجر ان احنا بنتعب يعني مثلا ايه اي كاتب سيناريو يعمل لك سيناريو في شهر ونص وشهرين انا السيناريو باخد مني 6 شهور و7 شهور بشتغل اللي بيدفعوا بنشتغل معاه انما اللي ما بيدفعوش المجهود اللي الواحد بيبذله في العمل طبعا انا لما اقعد اعمل سيناريو اكتب سيناريو في 6 7 اشهر لازم البيت يتفتح ولا غلط حضرتك؟ طبعا الاجر ما بيكفي بيجوا لغايه مؤلف يعني يدوا البطله لغايه 40,000 جنيه ويجوا المؤلف عايزين يدوا له 1500 او 2000 جنيه السيناريو هو الاصل وده مننا احنا كمؤلفين انا بكلمك بصراحه لان احنا بنرخص نفسنا يعني لو احنا تمسكنا كلنا بحقنا كانت اجور المؤلفين ترتفع سيان اذا كانت في الاغنيه او اذا كان في السينما او اذا كان في اي نص ما ناخدش نصيبنا يعني المؤلف هو اللي مفقوش حقه اسف اقول كده في 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 في, في الحقل الفني كله ليه انا مثلا ممثله بتاخد دور تالت تاخد اكتر مني ليه وانا الاساس انا دعامه العمل الفني انا اللي بعمله خد بالك حضرتك فمش مهم يعني اهو بكتب برنامج منوعات بكتب بيجيني فيلم في السنه يعني حاجات كده او فيلمين مبسوط 24 قرات مش ضروري يعني ايه الكسره ولا الكم ولا الحاجات دي كلها. طب اخر فيلم حضرتك كتبته ايه؟ والله انا اخر فيلم اقدر اقول لحضرتك انا بكتبه دلوقتي قصه المرحوم علي امين
اسمها حلاوة الدنيا اللي اللي نشرها قبل ما يتوفى بحوالي 3 أسابيع. المؤلف والشاعر الأستاذ عبد العزيز سلام. لا أقول حركة على التلفزيون، يعني حركة كتبت منوعات تلفزيون، ما بتحاولش تكتب دراما للتلفزيون يعني أو سيناريو وحوار للمسلسلات؟ حقيقة أنا ابتديت كتبت مسلسلات للتلفزيون في الأول مع إبراهيم السيد المؤلف، إنما يعني أولا المسلسل بتكتب يعني مثلا في مسلسل للشركة الكويتية طلبوني إن أنا أكتب مسلسل، فالمخرج مش عايز أذكر أسماء يعني، فالمخرج بصيت لقيتهم كاتبين لي العقد ب 13 حلقة زي العادة يعني 13 حلقة، فأنا شفت عادة قلت لهم لا المسلسل ده لا يمكن يمسح أكتر من 7 حلقات بالعكس مش ممكن أبدا، احنا عاوزين 13 حلقة عشان كده مش عارف، قلت لهم لا يمكن يعني أقعد أرقع وأزود حوار ورغي ومش عارف إيه وبتاع، فأندهشوا إزاي يعني مثلا كاتب يعني أنا 13 حلقة هاخد أجر 13 حلقة، فإزاي كاتب يقول 7 حلقات وبتاع، كل واحد يقول لي تمط، لا انا ما اقدرش امط يعني بصراحه، انا لا 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 العمل يعني صح مثلا ايه في كمان موضوع بتاع الاستاذ احسان عبد القدوس اسمه التليفون لا يكفي، الموضوع ده قالوا لي اعملوا 7 حلقات، قلت له لا يمكن ده ساعه غير سهره ساعه ونص او ساعتين ولا ربع لا يمكن يعني ليه، لان دايما الواحد بيحافظ برضو عشان التاريخ بتاعه بيحافظ على قيمته الفنيه مش عاوز يهبط طبعاً. مش عايز يعني بصراحه الماده انا ما بتغرنيش او ما بتجذبنيش، انا بيجذبني العمل الفني الجيد يعني لانك يعني بتستمتع وانت تعمله، فمش معقول يعني تعمل اي يعني المساله مش تجاره عندك حقيقي يعني مش تجاره عندي يعني مش تجاره يعني اقدر اروح حضرتك يعني من ودايما بدقق يعني دايما اعيد يعني مثلا ايه بكتب سيناريو اسيبه فتره وارجع له تاني يعني كده تبص لاقيني يعني ايه بشوف من كل الوجوه العمل الفني من كل وجوه عشان يطلع عمل يرضي الناس، والحمد لله يعني انا اشكر ربنا ان انا عملت 73 فيلم اللي صرت فيهم فيلم واحد اللي انا انتجته. حضرتك انتجته؟ كان فيلم ايه؟ كان فيلم اسمه حبايبي كتير بتاع رجاء، كنت انا ورجاء انتجناه وبصراحه تدخلوا ناس في الوسط، انت عارفه دايما في ناس بيبقوا بتوع شر وبتاع، فرجاء قصت دي لها قصه يعني، كنت انا يعني ايه شجعت ماجده النجمه دي بتاعتنا كانت لسه صغيره يعني السنه شجعتها بصراحه دور كبير جدا في الفيلم، فقالوا الرجاء ده الفيلم كله لماجده بتاع، فبقت رجاء بتقص من الفيلم والمخرج مش عارف ايه بتاع، فتبهدل السيناريو وفشل يعني فشل الفيلم. تصوري نفس الفيلم ده بقى نفس الفيلم اللي فشل ذريع ده، جيت انا بعد 4-5 سنين عدت الفيلم داني ده باسم الدنيا حلوة وممثلته شادية وكمال الشناوي، مع ان كمال الشناوي كان بيمثل في حبايبي كتير مثلته كمان نفس المجموعة مع هذا رجاء يعني جبت بس بدل رجاء شادي ونجح نجاح كبير جدا لانه زي ما هو يعني زي ما هو زي ما هو خطبان حضرتك، فطبعا الواحد هنا بيحاسب على نفسه قوي لما بيجيله عمل بيحاسب على نفسه قوي خدت بال حضرتك، وثقة الناس فيه ثقة المخرجين فيه ثقة الجمهور فيه ثقة المنتجين فيه ما بيحبش طبعاً. وهو احترامه لنفسه كمان يعني ده اهم جدا احترام الفنان لذاته خدت بال حضرتك، فعشان كده ما يعني ما بكتبش غير للي يطلب مني انا ما اقدرش كلهم بتوع المنتجين اصحابنا أصدقائنا جدا ما اقدرش اروح لشركه واقول لهم عندي روايه اطلاقا ما عملتهاش ابدا الا اذا كان المنتج يقول لي عبد العزيز انا عاوز منك موضوع ساعتها اكتب حتى المطربين الكبار هاتيلي مطربه في مصر مش صديقه ليا او عزيزه على نفسي جدا كلهم حبايبي كلهم مطربين ومطربات، اتحدى لو اي مطرب او مطربه رحت له قلت له انا عندي كلام حلو لا ان ما كانش يطلب ما تقدمش. حضرتك قلت استاذ عبد العزيز سلام انك كتبت سيناريو وحوار 73 فيلم أيه. نجحوا 72 منهم، طيب عملت كم اغنيه؟ قلت لي 300 لا أغنية. الاغاني كتير كده الاغاني اللي انا الفتها يعني لا ده ما يزيد عن 2000 غنوه 2000 لا 300 في الافلام في الافلام ازاي ده ما يزيد عن ده في الافلام كتير جدا طب يعني 2000 غنوه في حياتك الفنيه للمطربين والمطربات كلهم تقريبا في مصر طب المسألة يعني مش عارف أقول يعني بعد ما تألف 2000 غنوة لقي جديد تاني تألفه نعم في جديد تاني بعد 2000 مش عايز أقولك بقى الحقيقة
ان انا دلوقتي بكتب احسن من الاول نظرا للتجربه والصقل وكده. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، كنت انا مفتقد صوت جديد، لان الاصوات اللي عندنا كلها اصوات كبيره واصوات مشهوره واصوات لها اسم ومركز، فكنت بدور. انا دايما ميال زي مثلا ماجده كانت جديده قمت شجعتها، شاديه مش عارف ايه، يعني حتى وانا من صغري وانا صغير يعني كنت دايما ميال ان انا ايه اكون سبب في اي حاجه يعني كده. فكنت ببحث عن صوت الى ان وجدت هذا الصوت، يعني وجدت الصوت ده وانا يعني اتنبأ له باذن الله بمستقبل كويس. ففي حاجات انا بكتبها وبتبقى عزيزه عليا قوي فبشيل، يعني ما بتصرفش فيها الا اذا كان حد يطلب مني زي ما قلت لحضرتك. فجيت الصوت ده عجبني، خدت بال حضرتك، فاستدعيتها واتفق ابوها، اتضح ان ابوها صديق ليا جدا اللي هو الاستاذ محمد الطوخي الممثل العظيم، فكان صديقي جدا. فقلت له دي بنته، طيب انا عاوز البنت دي. اديت لها كلام بقى، يعني حضرتك يعني يمكن اقدر اقول لك مثلا يعني ياريت مقطع منه حاجه منه. كلام انا بعتز بيه جدا، احبه جدا. ليه؟ لان جديد عن اللي بيتقال. فبقول ايه اسمها سر الحب، غنوه اسمها سر الحب، انا عامل لها اغاني، يعني مجموعه من الاغاني الجديده من هذا يعني المستوى. بقول مين يا حبيبي قال للطيور على حبنا، ومين حكالها عن حلاوة قربنا، مين اللي خلاها تفوت حضن الشجر وتيجي فوق شباكنا وتغني لنا، مين شوق العصافير بحب بينا كبير خلاها تيجي ترفرف وفوق سمانا تطير، مين اللي قال لكل دول على حبنا علشان يجولنا ويسكنوا هنا جنبنا، مين يا حبيبي بحل الزهور بسرنا، مين قال لها ان احنا عاشقين بعضنا خلاها من فرحتها ترقص على الغصون وتيجي تملى جونا عطر وهنا، مين يا حبيبي مين راح وشوش الياسمين وقال له احنا اتنين في حبنا دايبين، مين يا حبيبي مين، مين يا حياتي مين، مين اللي قال لكل دول على حبنا علشان يقولنا ويسكنوا هنا جنبنا، مين يا حبيبي راح للنجوم جاع الخبر، مين قال لها ان احنا بنحب السهر خلاها تنزل من سماها عندنا وتدوب في نور سهرتنا وتفوت القمر، مين اللي باح بالسر بالليل ونور الفجر عشان يخلوا حكايتنا تبقى حكاية العمر، مين يا حبيبي مين، مين يا حياتي مين، مين اللي قال لكل دول على حبنا علشان يقولنا ويسكنوا هنا. الله. أستاذ عبد العزيز سلام، بعد 73 فيلم كتابة سيناريو وتأليف حوالي 2000 أغنية لكبار مطربنا وعملك كصحفي في الصحافة الفنية، لو أقول لك بعد كل ده بتتمنى إيه؟ أتمنى للفن مزدهر زي ما كان مزدهر الأول، أتمنى إن الناس تحب بعضها زي كانت بتحب بعضها الأول. شاعرنا وفنانا كبير أستاذ عبد العزيز سلام، إحنا بنشكرك على هذه الساعة من حديث الذكريات. كتير قوي، شاكرين جدا. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.